السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي رضا سعودي من تونس، من الجمهورية التونسية الجمهورية الحبيبة. طالب جئت إلى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. جئت لدراسة اللغة الإنجليزية في شهر جانفي الفارط. جئت بمستوى يعني ضعيف اللغة الإنجليزية، ولما جئت إلى هذه المؤسسة وهي مؤسسة اسمها ترانس وورلد في مدينة سان فرانسيسكو في قلب المدينة، يعني في قلب الثقافة والحضارة الأمريكية، جئت هنا لتتعلم آليات وخصائص وتواصل وطريقة تكلم اللغة الإنجليزية. فلما كنت في تونس كان المستوى بتاعي ضعيف جدا، مستوى يعني هزيل كما نقوله باللغة العربية، ولما جئت بعد 3 أشهر فأصبح المستوى يعني متطور جدا. هذه من أحسن المؤسسات ومن أرقى الجامعات في الولايات المتحدة، فهذا نداء يعني إلى كل طالب في الوطن العربي الحبيب من المشرق إلى الخليج لمزاولة هذا المعهد. يعني هنا يعني أسعار مقبولة، معنى رخيصة جدا، 300 دولار فقط في الشهر يمكنك تواصل وتعلم اللغة الإنجليزية، ويمكن أن ترتقي إلى أحسن الثقافات وأحسن الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. فهنا ثقافات يعني طلبة يأتون من كل عالم، من آسيا، من أفريقيا، من أوروبا، وهذا نداء لكم لي يعني تتعلموا اللغة الإنجليزية وأساس اللغة الإنجليزية اللي هي مفتاح النجاح في حياتكم في السياسة والثقافة والحضارة. شكرا لكم، بارك الله فيكم.